الله الرحمن الرحيم. اليوم جئتكم بفيديو عفوا لتحميل الفيديوهات من طريقة لتحميل الفيديوهات من فيسبوك مباشرة دون الحاجة للدخول إلى تطبيق آخر. فقط علينا تحميل هذا التطبيق سناب تيوب، لن ندخل إليه، مجرد تحميل فقط. سأضع الرابط أسفل الفيديو، ثم نذهب إلى فيسبوك كالعادة. سنبحث عن فيديو، ندخل إلى واتش مشاهدة. لاحظوا هذا الفيديو هنا، فيديوهات حزينة الجوكر، سنقوم بتحميله. أول شيء نضغط على الثلاث نقاط، تصلح في اللايت وفيسبوك الأزرق العادي. نضغط على الثلاث نقاط، آخر خيار هو نسخ الرابط. إذا كانت لغتكم الفرنسية ستجدون كوبي لوليان دو فيديو، نضغط عليها. لاحظوا معي هذه الإشارة تحميل، نضغط عليها. نضغط عليها جيد، نحاول. نضغط على نسخ الرابط ثم تحميل. لاحظوا معي، أعتذر عن الاتصال هذا. ننتظر إلى حين ظهور الفيديو، ها هو. نضغط على العلامة الزرقاء تحميل، يعطينا العديد من الجودات. بالنسبة لهذا الفيديو مرفوع ب، تستطيع رفعه أوديو MP3 أو فيديو 360. نضغط عليها ثم تيليشارجي. لاحظوا معي، نذهب إلى العلامة الزرقاء هنا. أول فيديو سوف يبدأ تحميله. هذه الفيديوهات حملتها أنا أيضا من اليوتيوب والفيسبوك، سيبدأ تحميله هنا. نعم، ها قد بدأ. لاحظ تحميل عادي، يعني ليس بطيئا حسب الشبكة أو الواي فاي الذي أنتم متصلون به، وتستطيعون تحميله بأي جودة تريدون. أخواني، أتمنى منكم الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. القناة تبث محتوى متنوع، إسلامي، فكري، ديني، تكنولوجيا، أي شيء. السلام عليكم.